كريم ندفد التمريره لصالح جمعه، يا سلام شله جميله حمود، يلا يا سلام على الهدف الثاني للنادي الاهلي، يا سلام على الطبيب التخدير في النادي الاهلي، فرج على صالح جمعه. والله ده يعني صالح جمعه بقول لحضراتكم مش ممكن، صالح جمعه اللي لو ما كانش طلع لعيب كوره كان من الممكن يبقى طبيب تخدير. شوف شلها جميله ازاي، حطها الحمودي، استلم حمودي، الله على التمريره، الله على التحرك، وادي حمودي، يا سلام على حمودي، حطها لهيثم محمد بكل اريحيه، ديسباسيتو حطها له ديسباسيتو، والله سلام عليك يا حمودي،